بك بيلي كان مضروب فيك. انا كنت مضروبه في مارادونا بالحق بالرسمي والله الله يرحمه ذاك عليه ماشي. كنت في جيمس بوند 007 لا كاسكاد نتاع الموتور ديك خنتي انا موجوع قلبي غدوة فيستيفال كرتاج في السيف يعيطولك يعطيوك سهرية كاملة ليك ما ناخذوش خليني بجنبك قلبي مع قلبك دفيني بحبك هنيني في هواك موضوع ليلى بن علي موضوع كبير برشا شنو هي معناها ليلى بن علي تبيض في الفلوس في تونس وانا فما حاجه واخده الدو مجيت في حكم النهضه قالوا لي معناتها موت سيبت الفن ما عادش فن قلت لهم راني بديت السلميه نرجع السلميه على راسي هذا اكبر مشروع قاعد تعمل فيه ليلى بن علي بمشاركة رحمة طلبتي وبعض أفراد العائلة المرتاحة والأصدقاء المقربين خاطر ذكرى كانوا يقولوا عليها تماوق الله يرحمها في تونس في تونس الشعب التونسي الكل يشوف في كدوريم عنده طيارة خاصة وعنده فلوس يعطي فيهم ويعمل في الخير لطفي ما عندوش طياره خاصه وانا حطيت المصرفين نتاع الطيارات بالامكانيه لاجونس اللي كاني منها قديش كاني كل شيء بالتفصيل ومش هو اللي خلص ولا شيء اللومه ويانا تتفرجوا في عبد اللي بيك شو كل نهار اربعه التسعه غير ربع متاع الليل على كارتاج بلس